بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أخبار عاجلة وفيديو جديد عن أخبار الأهلي. اليوم نستعرض مع حضراتكم أخبار النادي الأهلي خلال 24 ساعة ماضية، والبداية مع الخبر الأول. فرج عامر: أخشى أن يدفع سموحة فاتورة هزيمة الأهلي من بيراميدز. أعرب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة عن تخوفه من أن يدفع ناديه فاتورة هزيمة الأهلي من بيراميدز بالدوري على طريقة الأخطاء التحكيمية. وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: متألم لهزيمة الأهلي وقلبي معه، لأنه هو الزمالك تاريخ مصر الرياضي، وأتمنى ألا ندفع ثمن ذلك في مباراتنا المرتقبة مع الأهلي الثلاثاء المقبل. ثقتي كبيرة في الحكام المصريين خاصة الدوليين منهم. الخبر التالي: المصري يطلب خدمات ثلاثي الأهلي. طلب النادي المصري التعاقد مع 3 لاعبين من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه، بناء على رغبة إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمصري. وكشف مصدر بالنادي أن مصطفى يونس المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي تحدث مع مسؤولي الأهلي لضم 3 لاعبين سواء على سبيل البيع أو الإعارة، وهم ميدو جابر وباسم علي وعمرو بركات. الخبر التالي: اجتماع بين الخطيب ولازارتي لتحديد مصير إعارة جيرالدو. يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مهمة مع الأرجواني مارتن لازارتي خلال الساعات المقبلة لحسم عدة أمور فنية في الفريق، وفي مقدمتها إعارة الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق. ومن المقرر أن يبحث الخطيب مع لازارتي مسألة إعارة جيرالدو من عدمها خلال يناير الجاري، خاصة أن اللاعب لن يشارك مع الفريق إفريقيا لأنه شارك مع فريقه السابق أول أغسطس في النسخة الحالية من بطولة أفريقيا. ويرغب الأهلي في إعارة جيرالدو خلال يناير الجاري ليتم التعاقد مع مدافع أجنبي آخر، وهو ما سيتحدث خلال الساعات المقبلة. الخبر التالي: الأهلي يهزم شبين بثلاثية نظيفة وديا استعدادا للسموحة. فاز الأهلي على جمهورية شبين بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم السبت على استاد التتش بمقر النادي، وسجل الأهداف كل من ميدو جابر وجونيور أجاي وصالح جمعة. وشهدت المباراة تعرض الثنائي ولي السليمان وأكرم توفيق للإصابة في الشوط الأول، حيث خرج من اللقاء برفقة خالد محمود طبيب الفريق. الخبر التالي: بعد هزيمة بيراميدز فاروق الفيشاوي يفتح النار على الخطيب ويطالبه بالرحيل. علق الفنان فاروق الفيشاوي على هزيمة الأهلي من بيراميدز، ونشر عبر حسابه على تويتر تغريدة كتب فيها: بعد خسارة الأهلي من بيراميدز على مجلس الإدارة بكامله تقديم استقالته. أنتم لا تستحقون مناصبكم، أضعتم هيبة الأهلي وجعلتم حفنة من الرعاع يشمتون بتاريخ أعظم نادي في الكون. وأضاف في تغريدة جديدة: الأهلي لا يحتاج مدرب ولا لاعبين، الأهلي يحتاج إعادة منظومة صالح سليم التي أهدرها الخطيب ومجلسه الفاشل، وذلك بخضوعهم وعارهم الذي ألحقوه بالأهلي. الخبر التالي: جونيور أجاي يهدد بتحديد مصيره في الأهلي أو الرحيل. طلب جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي من الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لازارتي بتحديد مصيره مع المارد الأحمر في ظل عدم قيده بالقائمة المحلية حتى الآن. وطلب اللاعب صاحب 22 عاما عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمعرفة مصيره، خاصة أنه فوجئ بعدم قيده في القائمة المحلية حتى الآن واستمرار وجوده في قائمة الانتظار. الخبر التالي: الأهلي يصعد ضد بيراميدز وعبد الله السعيد. كشف حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي عن اتخاذ إدارة الأحمر خطوات تصعيدية في أزمة قيد عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز قبل ساعات من لقاء الفريقين بالدوري أثناء العطلة الرسمية أمس الجمعة. وأكد الأهلي خلال بيانه أن قيد عبد الله السعيد جاء مخالفا وسط تصريحات متضاربة من مسؤولي اتحاد الكرة، وقرر مجلس إدارة الأهلي تشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وعضوية العمري فاروق نائب الرئيس وخالد الدرندلي أمين الصندوق وحلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، وذلك لمناقشة أزمة قيد السعيد. وقال عبد الرازق في تصريحات صحفية: الأهلي يدرس جميع ملابسات قيد السعيد وتصريحات مسؤولي الكرة ولن يصمت أمام المطالبة بحقوقه. وتابع حديثه قائلا: سنتخذ جميع الخطوات التصعيدية للمطالبة بحقوقنا المالية وسنلجأ لجميع الأبواب،
واحتساب المباراة لصالح الأهلي حال ثبوت بطلان قيد السعيد أمر سابق لأوانه. الخبر التالي: نجم الأهلي يعلن العصيان ويقرر الرحيل. في مفاجأة كبيرة، قرر مؤمن زكريا الرحيل عن القلعة الحمراء بعد أن جمع كل متعلقاته من النادي اعتراضا على خروجه من قائمة الفريق لمباراة بيراميدز في الاختبار الأول للمدرب الجديد مارتن لازارتي، وكذلك من قبل في مباراة الداخلية. وعلم اللاعب أن المدرب الجديد لن يقوم بإشراكه في التشكيل الأساسي للفريق، خاصة بعد التعاقد مع لاعب في نفس مركزه وهو رمضان صبحي القادم من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي على سبيل الإعارة. آخر أخبار اليوم: الأهلي ينهي أزمة الدفاع بصفقة جديدة. حسم مسؤول النادي الأهلي تعاقدهم مع إسلام جابر مدافع فريق الألومنيوم لمدة 5 مواسم تبدأ من يناير الجاري. وشارك إسلام جابر في مباراة جمهورية شبين الودية عصر السبت والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة. واتفق الأهلي مع مسؤول الألومنيوم بشأن انتقال إسلام جابر للقلعة الحمراء مقابل 2 مليون جنيه لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية. في النهاية بنشكر حضراتكم على المشاهدة، ونتمنى أن يكون الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا أن تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل ما هو جديد لدينا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.